عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم حبيباتي؟ كلشي بخير، نتمنىكم ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم واحد البيني زوينين، كيجي بالشوكولاط ولا بالكونفيتير. نشوفوا هاد الوصفه راه ساهله، ان شاء الله غادي تطبقوها في الدار. مهم راه ساهله ماهله. غادي نديرو فيها ان شاء الله واحد جوج بيضات، واحد نص كاس ديال الزيت، زيت عاديه، واحد شويه الخميره الجاد اللي غادي يخمر لكم، جوج معالق ديال السكر كبيره، واحد الفاني، واحد ثلاثه المعالق ديال النشا، ها هما ثلاثه. وعندنا واحد 500 غرام ديال لا سمحوا لي، عفوا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، وشويه الملح، وواحد الرابعه ديال 250 غرام ديال الحليب يكون دافي. ونبداو على بركه الله، نبداو الخليط ديالنا. غادي نديرو السكر هو الاول مع ديك فاني، غادي نديرو بعدا الحليب مع الخميره، نذوبوهم. غنديرو دوك جوج بيضات، البيضة اللي عندي ديجا حيدة. غادي ان شاء الله نخلطو كلشي مع بعضياتو، الحليب، الخميرة، نخول هنايا مع كلشي. غنخلطو دابا كلشي مع بعضياتو، نزيدو ديك الزويته حتى هي. نخلطو غير بالمغرف، ماشي محتاجش نديرو الطراب. الدقيق غادي نزيدوه بشويه بشويه، اللي هو حكيت فيه واحد الليمونه، ما تنساوش تحك واحد الليمونه ولا برتقاله بحال كنبداو نديرو الدقيق بشويه بشويه، وكنزيدو واحد الرشه ملح، ملحه صافي. ونخلطو الكل، نعجنو بحال كنعجنو بريوش، بحال كنعجنو اي حاجه. وغنخليوهم يخمروا ان شاء الله، ومن بعد غنكوروهم ونعاودو نخليوهم يخمروا واحد شويه، وديك الساعه نبداو نقليو فيهم ان شاء الله. نزيدو هذيك النشا حتى هي، ثلاثه المعالق ديال النشا صافي. وكنخلطو الكل، دابا كنديرو يدينا، ونزيدو كاع ديك الفرينة اللي عندنا صافي، ونديرو على سطح الطاولة، سطح العمل، ونبداو ندلكو فيها واحد شوية. هانتوما البنات، انا دلكتها واحد شوية،
دخلت فيها هذيك 600 غرام كلها ديال الدقيق. شوفوا كي جات. دابا غنخليوها ان شاء الله تخمر ومن بعد غنشكلوها. ها انتم اخوتي خواتاتي العجينه ديالنا هي خمرات. شوفوا كي جات تبارك الله. دابا غندهنوا يدينا بالزيت وغنبداو نشكلوها. شوف تبارك الله كي جات. غادي نبداو نشكلوها كويرات صغار يكونوا صغار بحال هكا. وغادي نديروهم في اللاطة. نحاولوا نديرهم تقادة واحدة. وغنعاودو نخمروهم واحد ربع ساعة اخرى. غادي هاي نضغطو عليهم واحد شوية بحال هكا صافي. ونخليوهم يخمروا ان شاء الله. غادي نتلاقاهم من بعد ملي يخمروا باش نبداو نقليوهم. غادي نديرهم كلهم بحال هكا. ها انتم اخوتي خواتاتي ها انتم ها لي بينية ديالنا ها هما صوبناهم. دابا غنديرهم نخشيهم في الفران دافي باش يخمروا ليا واحد ربع ساعة بما وجدت الزيت وجدت فاش غنقلي ان شاء الله ونتلاقاو. دابا ان شاء الله غنبداو نقليو. ها انتم معايا شوفوا الخبيزات ها هما خمروا. غادي نبداو ان شاء الله نقليو. نهزو بالوحدة بالوحدة حطوها. غنتسناو عليهم حتى يطيبوا تحمروا من تحت وعاد نقلبوهم ان شاء الله. هما دابا تحمروا. هما بداو كيتحمروا لينا البنات. شوفوا كي جاو رائعين. ان شاء الله غادي نطيبهم كاملين ونوريكم ان شاء الله. غنديروا فيهم الشوكولات وتشوفوهم كي جاو ان شاء الله. هذا هما البينيه ديالنا. شوفوا كي جات تبارك الله ما شاء الله جو زوينين مشاش. غادي نتقبوهم دابا بحال هكا باش نخشيو فيهم الشوكولات اللي درتو في الساك ديال البوش. نعمروهم بحال هكا. هادو هما البيني ديالنا ديال اليوم اللي جاو رائعين. كنتمنىكم تجربوهم و الا جربتوهم قولوهم ليا في الكومنتير
مهم لايكيو هذا الفيديو، لايكيو الفيديو اللي عجبكم لايكيو وخليو التعليق باش نفرح حتى انايا ونقول راه راه كتشوفوا الفيديوهات ديالي. ها نتوما دابا غادي نقسم لكم وحده، شوفوا كي جات ولا اروع. يلا نتمنىكم تبقاو على خير، الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه.